أكد رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى في تصريحات للتلفزيون المصري أهمية توقيت الحوار الوطني ومناقشة مختلف القضايا. وأشار رئيس حزب الغد إلى ضرورة الاتفاق على أسس لإنشاء الأحزاب بحيث تتضمن المواطنة والتوازن والمساواة. أعتقد أن ده توقيت مهم جدا أن جميعنا نبقى متفقين على المبادئ والأسس اللي هي مرحلة قادمة، مرحلة مهمة جدا. ولكن لازم نظبط الإيقاع من ما يكونش فيه أخطاء كتيرة. أولا قانون الأحزاب، احنا بنرفض اي حاجه مبنيه على اسس دينيه او مراجع دينيه، فده طبعا ما ينفعش، لان احنا شعب مصري ما فيش حاجه اسمها مسلم او مسيحي، المواطنه موجوده بينا، والموضوع لازم يتاخد بمنطق التوازن والمساواه. فما ينفعش تعمل اي حزب على مرجعيه دينيه ونخش في خلافات مستقبليه ويبقى في خلافات في الدوله نفسها.